لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. 7 أيام من التباري والتنافس بنادي المحيط الدار البيضاء، والمناسبة دورة الشباب للتنس لفئتي 11 إلى 14 سنة والكبار المستوى الثاني. دورة شارك فيها أزيد من 300 لاعباً يمثلون 30 نادياً بالمغرب، علما أنها شهدت إجراء 383 مباراة منذ 11 إلى 17 من الشهر الجاري. سنة 2020 كانت استثناء، حيث حالت الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا والعالم دون تنظيم هذا الدوري، ونعود مرة أخرى وبتنسيق العادة مع الجامعة الملكية لكرة المضرب لننظم هذا العرس الرياضي، والذي حقق نجاحا كبيرا من جهة بمشاركة مكثفة. ونتمنى أن يكون هؤلاء الشباب المشعل الوهاج الذي سيعيد للعبة بريقها على المستوى الوطني والقاري ولما لا الدولي. بالعودة إلى أجواء المنافسة، فاليوم الختامي عرف إجراء 8 مباريات نهائية. أبرز لقاء جمع بين وليد أهودا ممثل نادي أكسا الدار البيضاء ورانيفو توكي من مركز ETF عن فئة الكبار. الأخير فاز بالمواجهة محققا جولتين نظيفتين تفاصيلهما 7-5 و7-5. إناثا فازت أنجيلا أوكوتوي من المركز نفسه على ممثلة نادي لوكوك ياسمين قباج بعد مواجهة ماراثونية بجولتين دون رد بمحصلة 6-3 و6-2. This is my first time playing. إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بالمغرب. كل شيء كان في المستوى، سواء التنظيم أو المحيط. بالنسبة للمباراة فمنافستي أعرفها جيدا. قمت بالإعداد لهذا النهائي، ولهذا السبب أنا هنا. أنا سعيدة بهذا الإنجاز. كانت مباراة جيدة، منافسي لعب جيدا لكنه تعثر قليلا، وهذا من حسن حظي. أنا سعيد بهذا الفوز. أما بالنسبة لصنف 11 سنة ذكور، ففاز ممثل نادي المحيط الدار البيضاء مهدي اللعبي، وعن الصنف نفسه إناثا فازت مريم عاشور من نادي أكسا الدار البيضاء. صنف 12 سنة شهد فوز فهد ميال من نادي المحمدية ذكورا، وصوفيا عادل من نادي عين سبع للتنس إناثا. بالنسبة للفئة العمرية 14 سنة، الفوز كان من نصيب عمر الوزني من أكادير وسلمى بالعوشي من نادي لوكوك الدار البيضاء. جي غاني لو تورنوا ا لو سي سي 11 ان غارسون لو ماتش او ديبي جي بيان جيري جي غاني لو برومي سيت 6-2 لو دوزيام سيت سيتي بوكو بلو دور. Tous les jeux pratiquement 40 ans. L'autre adversaire il a très très bien joué. Il méritait de gagner, je méritais de gagner. Mais dans les points décisifs, j'ai été mieux que lui. J'ai gagné deuxième set très serré 6-5. Bah, je suis contente d'avoir gagné ce tournoi parce que je me suis battue au concernant moi aussi en finale. Ouais, alhamdoulillah, rdat lwalidina ngoul. Et ça fait j'ai gagné 6-2 7-5 et مثل هذه التظاهرات الخاصة بالفئات العمرية الصغرى والمتوسطة، من شأنها منح الناشئين مزيدا من الاحتكاك والتجربة، والرهان تكوين أسماء كبيرة في سماء الكرة الصفراء مستقبلا.